اللي يعني بدأنا احنا في 2010 2011 ادي عملنا ركنيه، لكن هو 2009 2010 ركنيه، ادي عملنا هاندانوفيتش فرصه لوسيو، اول اهداف لوسيو، اول اهداف لوسيو كان سجل في نابولي في الدوري الايطالي في العام الماضي، وكان سجل في اليوفي في الكاس، وكان طبعا سجل كما نتذكر في القارات في نهائي القارات، وادي امامنا هو هدفه الثاني في سيريا آ في الدوري الايطالي، كان سجل في نابولي ويسجل لوسيو في بدايه مبكره، ادي امامنا زانيتي والسعاده بالهدف اللي اتى بالركله الركنيه، الحارس السلوفيني اللي تعلق مع سلوفينيا وصل بهم لكاس العالم في هذه اللقطه. شوف الزحمه والكثافه، وايتو عامل زحمه، وادي امامنا بقى لوسيو ولا احسن مهاجم، ادي امامنا هو النجم البرازيلي الكبير لوسيو يضعها في شباك الحارس، امامنا هو ابعد الكوره لكن وسط زحمه، ولوسيو واخد مكان رائع رائع بيسجل بعد مرور 7 دقائق. نادي الانتر عاد طريق اللعب لوسيو امامنا في هذه اللقطه، الانتر عنده لقاء فانتي